السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فإن الله تعالى خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص ومميزات عن بقية الأمم، فمن ذلك أن الله تعالى أعطاهم هذا اليوم العظيم وهو يوم الجمعة. فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أظل الله الجمعة على من كان قبلنا. فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله تعالى بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا، الأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. صوت واضح ولا؟ وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وروى ابن حبان في صحيحه، وكذلك ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم تطلع الشمس ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا الثقلين الجن والإنس. أيها الإخوة الأفاضل، ومن فضائل هذا اليوم أنه يوم عيد المسلمين، كما روى ابن ماجة في سننه من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا اليوم جعله الله تعالى عيداً للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل. ومنها كذلك أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيراً إلا أعطاه إياه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيراً إلا أعطاه إياه، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها أو يزهدها. وقد اختلف أهل العلم على عدة أقوال في آخر فيما تكون هذه الساعة. فالقول الأول أنها من جلوس الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، ودليلهم على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا؟ قال: نعم. قال: سمعته يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. والقول الثاني أن آخر ساعة بعد العصر، لما روى النسائي في سننه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيراً إلا أعطاه إياه، وهي آخر ساعة بعد العصر. وهذا القول الحديث الأخير أن آخر ساعة بعد العصر هو قول أكثر السلف. وأما القول الأول الذي في حديث ابن أبي بردة فعله الحافظ بعلل كثيرة كما في فتح الباري.
ثالثاً من فضائل هذا اليوم العظيم أنه يوم تكفير السيئات، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أيها الإخوة الأفاضل، من آداب هذا اليوم العظيم يوم الجمعة أولاً أن يقرأ الإمام في صلاة الفجر من ذلك اليوم بالركعة الأولى بسورة السجدة، والثانية بسورة الدهر، لما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، والثانية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. ثانياً، استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها، لما روى النسائي في سننه من حديث أوس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، توفي آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وجاء كذلك أو روى البيهقي في سننه من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة وليلتها، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ثالثا، استحباب أو وجوب غسل يوم الجمعة على الخلاف بين أهل العلم، لما روى البخاري مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن أن يستاك وأن يمس من طيب إن وجد. رابعاً، استحباب لبس أحسن الثياب والطيب والتبكير إلى هذه الصلاة، لما روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن وجد واستاك ولبس أحسن ثيابه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتخطى رقاب الناس وركع ما شاء الله أن يركع واستمع إلى الإمام، كانت كفارة له إلى الجمعة، أو كفارة ما بينه وبين الجمعة التي قبلها. خامساً، استحباب قراءة سورة الكهف، لما روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا الحديث اختلف في تحسينه وتضعيفه: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة كانت له أو أضاءت له من النور ما بين الجمعتين. سادساً، استحباب التبكير لصلاة الجمعة، لما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقراً، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طويت الصحف انتهى. ومما يلاحظ تقصير بعض الناس في التبكير لصلاة الجمعة،
ولعل فيما ورد من الآيات والأحاديث ما يقوي العزائم ويشحذ الهمم. قال تعالى: وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وليحذر المسلم من التخلف عن صلاة الجمعة أو التساهل في ذلك، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.